كتخرج جسد ديالها من الجروح يعني من فيها ورجلها. الدم اللي كيهبط من ايديه كيخرجوا واحد الحشرات كيشربوا داك الدم. هذه حاليا انا كنشوف جين جالس حاليا. زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها أنا أتكلم بإذن الله وأسكن بإذن الله. الاخت الزهري ديالها راه الزهري ديال فريده على الاخوان ديالها كل هذه العائله كلها زهريه، ولكن هي كان عندها واحد الميزه اللي كتميز على الخوتها، داك الشيء اللي استغلوها هي وما استغلوش خوتها الاخرين. وبما انها هذا الشيطان واحد اللعين اعترف بانها رصدوا فيها واحد الاستنزال ديال الشياطين 10 سنين هذه، وكانوا كيديروا دراسه باش يخطفوها، لان هي زهري كما قلت لكم مجهده بزاف. هي راه زهري من عينيها ومن الدم ديالها، وكيتخيلوا لها الجن بزاف، وكتحلم بانها كتحلم كتشعر ملي كتحلم كتشعر بانها هي ملك بحال ملك وحدها الجنود، وكتامر وكتنهي وكتحلم بالملوك ديال الانس. هادو كلهم علامات الانسان اللي كيكون عنده الزهري ديال القويه. وعمقوا الجسد ديالها بالجروح يعني من يديها ورجليها وعاد الصبع ديال هذا دابا، وهذا التسليط اللي داروا لها ديال الشياطين وهذا ديال الكنوز، ولو كيجرح ليها يديها وكيجرحوا ليها رجليها. سميتي امل دون كافل، كنت كنقرا مدرسه فقيه محمد الحمداوي مدرسه الاعدادي، كنقرا عادي ما مريضه ما كنعاني حتى شي مرض ما كنعاني منه. في الاول الدريه خشي لقات شي خواش مطايحين، دارت خاشم في ايده وخاشم عطاتها لي انا وخاشم عطاتها الاخ ديالي. المهم خشي المره الاولى سخفات في المدرسه، كان شي صحاب لينا عائلتنا وش كيصاحبوا ليها واش مريضه راسها ولا شي حاجه. المهم بحال هكايا داو السبيطار قاموا التكاليف جاو. مورا 3 ايام او ثاني فقدات الوعي واحد البنت كتقرا في المدرسه عندها مرض المس. شافتها قالت لي راه غيكون مريضه بالمس بداك الحركات اللي كدير، قلت لهم جيبوا ليها شي راقي. ويجي واحد الراقي الله يكثر خيره الله يجازيه بخير هو اللي قرا عليها تا ولا سرعه مورا طحت انا طاح الاخ ديالي هو مسكين عاوننا الله يجازيه بخير. وجا مع واحد الراجل اخر الله يكثر خيرهم يخلصوا مليا الله. جاوا ورقات اخرين ناس اخرين تا هما رقاونا. المهم مورا شي 3 شهور هما كيديرونا الرقيه الشرعيه، ولا الاخ ديالي مزيان اخت ديالي مزيان، بقيت مره كيوقع لي هاد الحالات. مورا 3 شهور وقع لي اختطاف الاول، كنت في الدار ما المهم في الدار صليت كلشي ما يعني ما كاين حتى شي حاجه، ما مرات لا بالمس لا حتى شي حاجه. ما شعرت براسي لقيت راسي في الطوموبيل في 4 ديال الناس مورا ديك استالاسيون افريقيا. لا ما عقلتش كيفاش فهمتش كيفاش خرجت من الدار، ما عقلتش انا ما تما حيت الشرا مواصلاش دقيقه يعني راه الدار غيقولوا راه كاين انا في الدار ما غاديش فهمتش. المهم توجو بيا لمقبره سيد الكركور دوار قواسمه غاديين وشي يهضروا معايا وتيقراو لي ويديا تيتجرحوا بالدم ملي وصلنا للمقبره خاد كانوا شي يضربوني تيقراو صباعي كيهبطوا الدم كيقيسوني حتى شي حاجه. وداك الدم كيديروا في واحد البلاستيكه سوبر بلاستيكه. المهم وصلنا للمقبره وجبد واحد من الموس ضربني في صبعي هنايا وضربني في هذا الصبع وخد لي الشعر من راسي. المهم تو بداو غاديين بيا باش يرجعوني توجهوا لوادي لواحد واحد الراجل ساكن قرب المقبره. نزل عندو واحد منهم قال لي غمدوا لي عيني واش عطاه شي حاجه، انا ما شفت شي حاجه واش جاب عنده شي حاجه الله اعلم. صافي جا ركب في الطوموبيل ما بقيتش عقلت حتى شي حاجه. كيعاودوا لي عائلتي قالوا لي لا حوجيت قرب مستشفى ثاني في سيد الذهبي وراه ديناك السبيطار
عاودوا لي اشنو اللي وقع. انت ملي قالوا لها ما حسيتي حتى شي حاجه؟ ما سمعتي حتى شي حاجه؟ سمعت كيهضروا معايا كيتحاوروا معايا. قالوا لي ورينا البلاصه فين خاصنا نحفروا، قول لنا كلمه السر، شنو اللي كاين هنايا. هادشي اللي قالوا لي. واش قالوا لي؟ هاد المره غادي نصيفطك تمشيو، مره اخرى غادي نجيبك وقولي لعائلتك كاع ما يتخلعوا عليك. ضربني في وجهي، قال لي شنو هاد الساره اش لبساله؟ قال لي حنا تنجيبوا القارين ديالك تبقايش عايره فينا بهذا الاسلوب. قال لي خوالك تما مشاو دعاونا ودارو ودار. مره ثانيه مني بحال كوي مورات من شهر ما مرتش، كاش كيوقع لي هاد الحالات مره في الشهر. ها ذكرى ليش هاد البوليس؟ مشينا عند الوكيل الملك في بن حمد، قال لنا غادي تمشيو لعند الوكيل الملك في 16. من الوكيل الملك في 16 قال لنا سيروا دفعوا الدعوه ديالكم في بن حمد، وما توصلوا حتى شي حاجه، وما توصلوا لا قلت حتى شي حاجه ما توصلوا بها. مرات من شهر كانت كتوقع لي هاد الحاله مره في الشهر مره في شهرين، ولكن يعني ما بديت كنتحسن، وليت كنصلي كنقرا القران وليت شويه مزيان. من موراها من شهور عاوتاني توقع هاد الاختطاف في النهار الاربعاء مورا صلاة العصر بنفس اليوم بنفس الساعة. كنت في الدار صليت الظهر، هي هاديك الامور كانت مزيان، دا العصر صليت صافي، ما مورا صلاة العصر ما عقاش عليا حتى شي حاجة. اشنو اللي وقع لي هنا في الدار قبل صلاة العصر؟ كيفاش خرجت من الدار ما عقلتش انا. كيفاش كي المرة الاولى ولقيت راسي في الطوموبيل وما فيهاش السيدي والناس. كاينين ثلاثه الوجوه اللي معاهم اللي شفتهم المره اللي فاتت، ودابا زيدين عليهم ثلاثه بالحياه ديالهم. ملي هبطنا ملي وصلنا المقبره سيل كاركور هبطوني، هبطت معاهم، خد واحد منهم الموس بدا كيجرح ليا في صباعي في ايديا هنا في دراعي في رجليا، وداك الدم اللي كيهبط من ايديا كيخرجوا واحد الحشرات كيشربوا داك الدم. شويه جبد البرو وداك يجبد من راسي بالبرو، شي خوف قرعه كيخوف في القرعه بالدم. مومي هذيك ما عقلتش حتى شي حاجه اخرى، داز من حدايا الاخ خالي ومن حدايا هو، انا شفته هو ما شافنيش، وكانوا معايا انا شفته هو ما شافنيش. صافي تا مني بداو شي جاي بداو شي حفروا قوا عليهم الضاجي يجوا الصداع صافي مشاو دوني لاحوني ما المهم وقع لي شي حاجه ما تنهضرش، كنت فهمت شي شبه زيزونه ما تنهضرش والو، الهضره ما مع عيني محلولين تنشوف تنعقل كلشي من مورا. هما تيهضروا معايا ولكن باش نهضر انا ولا شي واحد باش يعاوني ولا شي حاجه لا. قال لي وريني بلاصه فين غنحفر، واش هنا فين خاصنا نحفروا. قال لي هاد المره غادي نصيفطك تمشي، ومره اخرى راه غادي نجيبوك نفس الطريقه وغنتركوك سماء بك ماء بيض بالاسلوب ديالي. ويمدوني لاحوني في جنب الشانطي في الطريق ديال الدار بعيدة بعيدة من الدار بثلاثه كيلومتر. انت ما كتعرفيش شنو دارو من الدار واش لقاو من الدار؟ لا ما عرفتش داكشي. هي ديك جاو العائله عند عائلتي لقاوني طايحه، عيطوا قالوا لي رديناك السويطار، بقيتي في السبيطار ثلاثه السوايع عندنا تشي جا الدري وجار الراجل وجيراننا هو اللي جايبني بالطوموبيل لهنا للدار. وصافي هذا هو اللي كاين. مشينا على الدار الملكي تصنتوا لينا، قالوا لنا غدفعوا في 16. مشينا عند نائب وكيل الملك قال لنا شوفوا الدعوه الاولى شنو درتوا فيها، وراه مازال دابا تيبحثوا. الخواتم حنا ملي كنا درناهم في يدينا بقاو في يدينا شي 15 يوم، بقينا قدام الباب ديال المدرسه، وماشي غير حنايا، حتى التلاميذ اللي كيقراو معانا حتى هما كانوا شي ثلاثه الحالات بحالكم، كانوا دري ودريه، ثلاثه دريات ودري، حتى هما لقاو الخواتم بحالكم انا، ولا شي عطاتني خاتم كانوا عندي انا خواتم في يدي. دوك خواتم ما عقلتش منين جاوني كيفاش جاو لي في يدي ما عرفتش. ملي تنبغيو نحيدو من يدينا تنتخانقو تنتقجو، وما هادشي حيتاش حنا فهمتي ما كناش عارفين شنو اللي كاين. كان ملي كنبغي نحيدو من يدينا كنتخانق نقولو صافي راه عادي كتخليه في يدي. هي ديك الساعة مرضى الدرية خشي يعني خواتم كانت فيهم شي حاجة. خواتم اللي دارو درتو من تي وختك؟ عدا تلاميذ خرين. وتلاميذ خرين تاهما دايرين خواتم.
لا الحالة اللي وصلت لي أنا وصل لي شي واحد، لا خوشي لا تلاميذي معايا. لا تما كان شي طايح بحالك، الاخ ديالي كان كثر مني يعني من الصالح كثر مني، ولكن خشطاف لا لا عمرو وقعش. دابا ملي كطيحي باش ما كتحسي، شفنا في قبيله كنتي طايحه والصوت ديالك تتبدل وكتقولي شي كلام ماشي ما نعقلش علاش شنو تنقول. كيفاش كطيحي واش كتسمعي القران واش ضروري تكون راقي اللي كيعقل ولا كطيحي؟ لمني تنسمع القران كنحس بالجسد ديالي كامل كيتنمل عليا وصداع في راسي، الغوش في راسي، وبحال شي تسويس كيقول لي مثلا ضرب عائلتك خاص مع عائلتك ما تخافي من شي واحد حنا معاك هادي. ومشان نقرا القران كنولي مزيان، هذا هو اللي كاين، ولكن هذاك الشيء الاخر ما تنعقلش عليه شنو تنقول ولا شنو كيوقع كنعقلش عليه. كيف ما شاهدنا كان القران كيبان معاه ولكن ماشي بالطريقه ديالك انت كشخص، كيدوي معاه بصيفط شي واحد وكيقول ليه هضره اخرى. عرفت حيتاش كنت كنشوف الاخ ديالي شنو كان كيدير، وكنت كنشوف اختي حتى هي ملي تطيح حتى هي كنت كنشوفها، حيت المره الاولى طاحت اختي هي الاولى ماشي انا، شفت اختي اشنو كانت كتقول ليهم وشنو يعني لاحظت كلشي موراها طحت انا. مني جاو عندنا شي ناس داروا لي الرقيه الشرعيه فقت انا وشفت الاخ ديالي اشنو دار، الاخ ديالي كثر مني يمكن بسرعه خاصو ست ناس باش يشدو وما يقدروش يشدو الا لا تكتف عاد باش يشدو. كيطلبوا منهم هاد الناس؟ وهاد الناس كنقول لهم الله يهديكم، انا فوت امر الله، محنوني بزاف واداوني بزاف، خرجوا لي على المستقبل ديالي، على قرايتي، محنوني في حياتي. كنقول لهم لك كنتو كتقلبوا على شي حاجه تسيروا الله يسهل عليكم، جبدوا شي حاجه الله يسر لكم اموركم، بعدوا مني انا، محنوني بزاف، خرجوا لي على حياتي قرايتي، ما بقيتش كناس بالليل، دمرت لي حياتي، ومشي انا تاع عائلتي، خويا اختي علاش كيديروا الناس، واش ما عندهمش ولادهم، واش ما عندوش الام ديالو، واش ما فيش حس الانسانيه؟ راه حشوم عليكم، راكم غالطين، الا بغيتي تجبد شي حاجه كون راجل وسير الله يسر لك امورك، راه ماشي ذبح واحد على قبل ما عرفت باش مشنو تجبد من الارض. لو جعدنا بالمساعدة ودوا معانا من الأول أشنو باغي تعاونوا معاه وما يعطيني حتى حاجة بعدا مني، أنا باغا صحتي شي اللي باغا. واش ملي كانوا كيديو بالمقابل تنتي غادي نعطيوك معانا واحد الجزء واحد الكرت، ولا كيقولوا لك غادي ناخذوا حنايا وتجزي؟ تيقولوا ليش هاد الهضرة، أنا راه تنعس بالليل وتيمشي القارين ديالي عندهم، كيديو لي القارين ديالي وتيهضروا معاه، كيديروا في مونيكا وكيهضروا معاه، كيسولوني في مدونيش على هاد المقبره ديال سلك، بزاف ديال البلايص، بزاف ديال البلايص كيديوني ليه ورا بزافش. ملي كتكوني ناعسه شنو هي الاحلام اللي كتشوفها؟ كنحلم كنشوف راسي تنشرب الزيت انا وخوتي، كان المهم كنحلم بالجين بزاف، كنحلم بيه، كنشوف راسي انا راه بحال اللي في شي محكمه وديك المحكمه كامله عامره بالجين. الجين كتشوفيه؟ اه كنشوف. دابا حاليا انا كنشوف جن جالس حدايا، ودائما كنكون جالسه كي ممكن نكون بوحدي كيجيو كيهضروا معايا كيتحاوروا معايا، وكيبانوا لي وكيتحاوروا معايا. دابا انا في حالتي طبيعيه كنشوفهم حدايا كيحاولوا يأذيو وكيديروا شي حركات. ثلاثه منهم ما كيأذيونيش، هما كيقولوا احنا ما كنأذيوش، وفعلا عمرهم أذوني، وثلاثه هما اللي كيأذيوني.